كي رجعت انا لقيتها مش خارجة عليا، وليت نشوف سيرتو الوالدين بعد بدات، وليت نشوف سيرتو الاب، الاب شغل ولا ما لا يبالي، ولا عنده كي كان كيما كان. كبير الوالد نتاعك قد عمره؟ اي دوكا راه 73 سنه. ربي يبارك له في عمره ان شاء الله. بعد انا وليت نريكلامي، بابا انت هذيك الحاجه هاي كيفاه، بابا هاي الحاجه هذيك كيفاه، لا ما تعرفش خير عليا اسكت وصاي. الحق واحد النهار تقابلنا في هذه شفتات، تقابلنا في العيد. العيد؟ العيد الصغير. ايه كبرت الحكايه، تقابلنا ربي. تقابلتهمش بالبنيه ولا ب... لا تقابلنا، تقابلنا بالعياط بمعنى الكلمه. بالبنيه بال تقابلنا بالبنيه. ايه انت واخوك الكبير؟ انا واخويا الكبير تقابلنا في الدار. ايه في الدار. بعد قلت لبابا، قلت له انا صاير روح، قلت له ما نقعدش في الدار. قال لي هو كيفاه ومنا وتخليها لهم وهما دوك يلقاو راحتهم. قلت له مادام دوك انت ياك رب عائله ما وقفتش، انا ما عندي حتى كلمه في كيما ما نقدرش نسيطر على الامور والوضع كيما هذا. انت اب، انت اللي تسيطر. كيما كان الحال زيت قشي، والوالده كانت قاعده تبكي. كي نقول لك انا كنت فكر هذيك البيريود زيت قلبي يتقطع اكثر واكثر. حكمت شفايا، حكمتني من يدي، قالت لي ما تروحش. قلت لها ما نقدرش نعيش لهنا. انا وليت لدرجه انه كي نتلاقى انا والوالده انا ما نحملها وهي ما تحملني. اه لطيف. بصح غير نبعدوا على بعضنا هي تبكي عليا وانا نبكي عليها. سبحان الله. تبدلت حياتنا كومبليتمون، ماشي قال لك انا من الدار. وليت ساعات عند صحابي، ساعات برا. ثاني يوم بعدا شغل راني نخدم ونصرف على اختي. ايه. بالعاده نصرف على اختي لميمتي نبعثك تعرف. كي نجي عند جداتي، ما نطلعش لدارنا. ما نطلعش للدار؟ ما نطلع ما نشوف لا بابا لا ما لا دارنا لا محزانه. يا لطيف. ما نطلعش. وتهضر معاهم في التليفون؟ نحكي غير مع اختي. مع اختي؟ نحكي غير مع اخواتي اللي مزوجين برك. ويمك وباباك ما تهضرش معاهم؟ برد قلبي بمعنى كلمة. مش برد مني ك منهم هما والدين يعني، وانما من تصرفات بالك انا اللي كنت نشوفها صح وما نشوفها غلطه، بالك العكس ما نقدرش نحكم عليهم. واش الحاجه اللي ما تعجبكش منها ومن خوك الكبير؟ الحاجه اللي ما تعجبنيش انه شغل انا نشوف، انا بالنسبه لي نشوف انه قاعد يبروفيتي علينا. فاش يبروفيتي؟ سواء في الماكله، سواء في الشراب، سواء فينا احنا، في امور الدار، شغل الزوج هو الكبير. يخدم عنده كوزينه؟ لا لا بغى يخدم. ها؟ لا بغى يخدم، كان يجي عندنا احنا دار بابا تقول له ما تجيش، ما تقدرش. يجي يهز حاجه ماكله ولا ما تقدرش تقول له ما تهزش. اي طبعا خوك. تقعد دار بابا، فهمت مقصودي؟ اي ودار بابا فعلا. تقعد دار بابا. ايه دار بابا. ما تقدرش تريكلامي. ما ولا نطقت كاين اللي يسكتك.